أهلا بكم. أين السيادة في العراق؟ هل هي موجودة فعلا؟ وإذا كانت موجودة فماذا يعني القصف الإيراني في شمالي العراق والقصف الأمريكي في العراق بطوله وعرضه وبأوقات يختارها الطرفان الإيراني والأمريكي؟ أين حكومات العراق من موضوع السيادة منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن؟ هل الحكومات هذه على قيد الحياة فعلا؟ هل تنبض بالكرامة العراقية أم أنها في غيبوبة؟ لماذا لا تنتفض لكرامة العراقيين عندما تقصف الأرض العراقية؟ لماذا لا تنتفض من أجل أن تحترم أرض العراق؟ أم أن هناك تفاهمات مسبقا بهذا الشأن؟ أم كيف تشعر حكومات العراق؟ هل السيادة في العراق تخضع لإيران أم لواشنطن؟ وهل هي سيادة إيرانية على أرض العراق أم سيادة أرجنتينية كما يصفها العراقيون أم سيادة أمريكية؟ سيكون معي للنقاش في هذه الحلقة الأستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بك وبضيوفكم ومشاهديكم الكرام. وأيضا أرحب بالأستاذ عبد الله سلمان الباحث والكاتب السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك وضيوفك الأكارم ومشاهديكم الكرام. حياكم الله. مشاهدي الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بين يوم وآخر تتعرض السيادة العراقية إلى الاختراق والاعتداء من قبل دول مجاورة وأخرى صديقة ترى في النظام السياسي حليفا لها بالمنطقة. وعلى الرغم من تواصل خطوط السياسة في العراق مع طهران وواشنطن، إلا أن ذلك لم يمنع هذه البلدان من ممارسة الاعتداء المتكرر على أجواء وأراضي العراق. ما إن شرعت القوات الأمريكية بضرباتها على أهداف ميليشيات إيران داخل العراق حتى انبرت حكومة البلاد منددة بانتهاك واشنطن السيادة. الأخيرة تقول إنها أبلغت بغداد بالهجمات، فمن يكذب على من؟ مرجح أن يكون استنكار السلطات في العراق شكلياً إسقاطا لواجب التنديد بفعل اعتداء خارجي، لهذا لا يؤخذ كثيرا على محمل الجد كما حصل في استنكار ضربات إيران لأهداف مدنية في أربيل. في العراق كما هو معروف دور السفيرة الأمريكية والسفير الإيراني يتجاوز الأعراف السياسية والدبلوماسية وغير دستورية تتعارض مع مهام السفير. حالات خرق السيادة أو التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي للعراق تتكرر وأغلبها تمضي دون حسيب، وبحسب معطيات 20 سنة من أحداث العراق تؤكد أن هناك تخادما إيرانيا أمريكيا على حساب العراق، أبقى الأخيرة في ذيل قوائم الدول الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، مرحبا بك مرة أخرى. يعني خرق الأعراف الدبلوماسية والسياسية، خرق السيادة عفوا، وخرق يعني وعدم احترام الأرض العراقية والتدخلات الخارجية في الأرض العراقية منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى الآن هذه المشاهد تتكرر. يا ترى من مفهوم السيادة، هل تنظر إلى العراق بلد ذو سيادة عندما يتم قصفه بين الحين والآخر؟ مرة ثانية أسعد الله مساءك ومساء مشاهديكم الكرام وضيفك الكريم. معلوم تماما أن السيادة تخضع لسيادة عامة وسيادة خاصة، وإذا ما نظرنا إلى الحالة العراقية حتى لا يطول الشرح بهذه القضية نجد أن العراق حقيقة قد فقد سيادته منذ احتلال العراق، فهو احتل بقرار غير خاضع لمجلس الأمن الدولي، وبالتالي السيادات الثلاثة العامة مفقودة إلى هذه اللحظة. هنا أقصد السيادة السياسية والسيادة العسكرية والسيادة الاقتصادية. سياسيا معلوم تماما أن هناك تحكم في إدارة المشهد السياسي منذ قرارات بول بريمر، بل بالعكس اليوم الاحتكام إلى قرارات بول بريمر في مجلس الحكم النافذة إلى هذه اللحظة هو تعد وصاية للاحتلال، وبالتالي نحن أمام سيادة
ليست سياسية على الأرض العراقية، فضلا على أن القرار السياسي مختطف خارجيا، وبالتالي إيران وأمريكا تقاسمت العملية السياسية وقسمتها منذ وقت مبكر، ولا زالت الهيمنة السياسية الإيرانية على القرار السياسي واضح بشكل صريح، وربما هو ينعكس على السيادات الثانية المتبقية، وبالتالي نحن أمام فقدان حقيقي للقرار السياسي في العراق، ولا يمتلكون هذا القرار مطلقا. وثانيا السيادة الاقتصادية، الكل يعلم أن الاقتصاد العراقي رهين لاقتصاديات دول، ولعل إيران هي المستفيد الوحيد منها، وما يأتي من عملية احتكار العملة العراقية والدولار تحت وصاية الرئيس الأمريكي في البنك الفدرالي الأمريكي يؤكد تماما على أننا لسنا بخيار الاستقلالية الاقتصادية. ويوميا نشاهد عمليات الحظر على مصارف خاصة تابعة للأحزاب، سبب الحظر لبنك الدولي عليها هو لتهريبها العملة لصالح إيران، وبالتالي لا الموانئ ولا الممرات البرية ولا البضائع خاضعة للسلطة الحكومية، إنما خاضعة للأحزاب. وصلت المرحلة إلى أنه جنس البضاعة يتبدل في المنفذ الحكومي الرسمي، ثم عندما يخرج يعاد إلى تسميته مرة ثانية. ولعل السياسة العسكرية هي الأبرز. عبد القادر، عندما نتحدث عن موضوع يعني مثلا على سبيل المثال محمد الشاع السوداني رئيس الوزراء عندما يتحدث عن أن اعتبار القصف الإيراني أنه عمل عدواني وتطور خطير يقوض علاقة ما بين بغداد و طهران، ولكن هو كما هو معلوم هو مرشح الإطار، وكما هو معلوم أن يعني هو جاء من أحزاب موالية ولاؤها لإيران كما يرى الكثير من المراقبين والمحللين. عندما يرفع أو يتقدم أو تتقدم وزارة الخارجية بشكوى إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن كما هو معلوم مجلس الأمن الذي ضرب به بعرض الحائط عندما تم احتلال العراق، ماذا كيف نفهم من هذا الأمر؟ يعني مؤكدا نحن نتكلم الآن، وسؤال حضرتك يصف في فقدان السيادة العسكرية. العراق محتل، والآن تتنوع فيه الاحتلالات العسكرية على أرضه، وتحولت إلى احتلالات أمنية أيضا، لأنه فرق الذي تنتشر في العراق هي فرق هي أنهت السيادة العراقية الأمنية على حياة المواطنين الخاصة. لذلك ما يجري من عمليات استنكار السوداني للقصف الإيراني على كردستان العراق في أربيل العراقية يؤكد تماما على أن هذا التهريج الإعلامي وليس لموقفا يبحث عن السيادة فيه، وإلا كان يمكن أن يوقف عمليات التبادل التجاري، أو على أقل تقدير يطرد السفير الإيراني ويسحب السفير العراقي من سوريا من إيران. كلها ربما أيضا ليست قوية، لكن إلى هذه المرحلة لم يستطيع أن يصل إلى مرحلة القرار الذي يمكن له أن يحدد إعلاميا أنه فعل شيئا. من هذه النقطة اسمح لي أستاذ عبد القادر، مجلس الأمن الدولي لا قيمة لها، لأنها لم تكن رسمية، هي كانت مذكرة وليست يعني لاستيعاب الغضب الكردي، حتى لا يذهبون الأكراد إلى الشكوى المباشرة إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار أن هناك رعاية لهم من دول أوروبية، وبالتالي هو قطع الخطوة على الأكراد لتقديم شكوى. نعم، ابقى معي أستاذ عبد القادر، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد الله سلمان الباحث والكاتب العراقي، هل تستطيع حكومة بغداد حكومة محمد الشاع السوداني معاقبة إيران؟ هل تستطيع طرد السفير الإيراني؟ هل تستطيع وضع العصا في عجلة الاستفادة الإيرانية من العراق والتبادل التجاري بين العراق وإيران؟ هل ممكن أن تقوم الحكومة في العراق بأي عمل تنتفض لأجل كرامة العراقيين؟ ألا تعتبر هي عراقية؟ أم أن فقط شكوى إلى مجلس الأمن هذا يكفي؟ النظام العراقي وقراءة لواقع السياسي العراقي ليس له علاقة بمفهوم السيادة، لأنه السيادة في مفهومها السيادة الداخلية والخارجية التي تمتد قوتها من السيادة الداخلية، والسيادة الداخلية في العراق معروف أن أصغر ميليشيا هي أقوى من السلطة، وبالتالي السلطة تفقد سيادتها.
المخدرات هي أقوى من السلطة، العشيرة هي أقوى من السلطة، الميليشيات المنافذ بيد ليس بيد السلطة، هذا أيضا يفقد سيادته. بالتأكيد هنا نذهب إلى السلطة، السيادة الخارجية، الدولة أو الحكومة العراقية ليست لها سيادة خارجية بقدر ما هي تابعة إلى إيران وتابعة إلى أمريكا، وبالتالي لا تستطيع أن تقدم شكوى رسمية، لأنه النظام السياسي معروف لدى الأطراف الدولية على الأمم المتحدة، تعرف ما هي طبيعة النظام وما هي طبيعة ارتباطاته بإيران وارتباطاته بأمريكا، وبالتالي اليوم حتى مجلس الأمن يعني أصبح عاجزا عن حل أكبر القضايا ملحة، قضايا غزة، قضايا أوكرانيا، غير قادر على حل هذه المناطق، لا يستطيع وليس له الوقت الكافي لأن يلتفت إلى قضايا يعني تعتبر يعني أمر يعني طبيعي ومتعارف عليه بالاحتلال الإيراني الأمريكي للعراق، فبالتالي السيادة العراقية غير موجودة إذا هي داخليا غير موجودة، فكيف تستطيع الحكومة أن تستمد قوة وتحصل على يعني سيادة خارجية وتناظر إيران وتناظر أمريكا في المحاججة أو في الشكاوى؟ لكن مثل ما تفضل ضيفك الكريم أن الحكومة السودانية هي أيضا حكومة من الإطار، والإطار معروف يعني ليس بتحليل جديد على أن هم الأذرع الإيرانية التابعة للسياسة الإيرانية في العراق، وبالتالي هنا ليست هناك شكوى حقيقية ولا يستطيع تقديمها، لأنه هو لا يستطيع مواجهة أي فصيل إيراني في الداخل، ولا يستطيع مواجهة أي ميليشيا لا في سليمانية ولا في أربيل، لأنه الميليشيات في الشمال أيضا تابعة لأحزاب لا تختلف عن ميليشيات الداخل، يعني كلها ميليشيات واحدة، يعني ليس هناك قوة أمنية تسيطر عليها الدولة، فبالتالي الدولة فقدت سيطرتها وفقدت وجودها وفقدت هيبتها أو فقدت ما يسمى السيادة. فإيران هي المتحكمة في النظام، ولا تستطيع لا حكومة السوداني ولا الأطراف كافة بما فيها الإقليم أن يواجه إيران لأي غرض ولأي مواجهة ولأي عتب سياسي. ننتقل بسؤال سيد عبد القادر، كيف تلتقي المصلحة الأمريكية والإيرانية في قصف مناطق في العراق، سواء كانت مناطق في الشمال تقصفها إيران بأربيل أو مناطق في غرب العراق على سبيل المثال تقصفها الولايات المتحدة؟ مع أن هناك فرقا واضحا في القصف، لكن بالتأكيد هم يلتقون لأنهم متفقون في الساحة العراقية على إضعاف العراق أولا، إنهاء شعبه، تقسيمه طائفيا ومذهبيا من أجل أن يكون العراق منزوع السيادة، أو أن شعبه يمكن أن يتوحد للوصول إلى مرحلة الثورة الشعبية التي تنتزع العراق من مخالبهم الشريرة سواء كانت أمريكية أو إيرانية، وبالتأكيد أرعبهم الصوت التظاهرات الشباب عندما هتفوا ضد إيران وضد الوجود الأمريكي ودللوا على عراقيتهم، هذا حقيقة يزعج الأمريكان والإيراني، وبالتالي تلتقي الأهداف لتدمير العراق، يقابلها هدفا آخر وهو هدف الكيان الصهيوني، هذا الهدف الموجود الآخر هو يعمل على أيضا إضعاف العراق، إذن هناك مصلحة لثلاثة أطراف تهدف إلى تمزيق العراق إلى إضعافه، وبالتالي تأتي هذه الخطوات، وإلا لو كانت هناك كما تدعي أمريكا أنها لن تسمح بحماية أو بقصف أربيل وتذهب باتجاه حماية كردستان، لما سمحت الإيرانيين أن يقصفوا ولا ربما عاقبتهم بشكل أوضح. لذلك الأمريكان أيضا لا يريدون للإيرانيين أن يتجاوزون الخطوط الحمراء، إيران تحاول أن تذهب باتجاه تشكيل تحالف يمتد من طهران مرورا إلى البحر الأبيض المتوسط، والميناءات اللبنانية مسيطر عليها، وبالتالي هم يريدون طريق بري، وليست الغاية أيضا إيران، لأن يعني أمريكا إلى الآن إيران وأذرعها تخدم الوجود الأمريكي في المنطقة وتهيئ لعدم الاستقرار، لكن هذا الطريق سيخدم الصين، وبالتالي الصين ستستفاد بأن تكون قطبية ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا تأتي عمليات قص الأظافر في قصف مستهدف، وحقيقة هذا القصف يعني دعني أقول
يعني هو لم يصب هؤلاء، لأنه الأمريكان أعلنوا عنه قبل أسبوع، وبالتالي الإيرانيين طيب. سحبوا أستاذ عبد القادر، تحدثت في هذه الجزئية. يعني دعني أكمل لك في هذه الجزئية المهمة، لأنها معلومة وليست تحليلا دكتور سمير. الإيرانيين عندما سحبوا المستشارين من سوريا، ميليشيات الحشد أيضا سحبت جنودها من القائم غرب الأنبار، وبالتالي المقتول من الحشد هم المحليين من أهل القائم، والصواريخ التي انفجرت كمخازن الأسلحة من تأذى فيها هم تأذوا أهل القائم، وبالتالي الميليشيات المحسوبة على إيران لم تكن لها تأثيرا واضحا عليها. لذلك حقيقة لو كان أيضا السودان يمتلك جزء من كرامة السيادة لذهب باتجاه محاسبة من أبقى هذه الصواريخ ضمن منازل المواطنين في القائم، وبالتالي هؤلاء قدموا المحليين من الأنبار وتلك الحشود، قدموهم قربان للأمريكان بمعدل كل جندي أمريكي يقابله 5 أفراد. وهل يغيب أستاذ عبد القادر، يعني هل يغيب على ذهن الولايات المتحدة أنها عندما تقوم بأننا سوف نقصف، بأننا سوف نقصف كل يومين كل 3 أيام تكرر هذا العمل بأننا سوف نقصف، ألم تتوقع أن يكون هناك قصف لأماكن لا يوجد فيها أي عناصر مسلحة ولكن يوجد فيها مدنيون؟ ألا ترى أن هذا الأمر هو متعمد؟ هو هذا الذي متعمد بالتأكيد. يعني عندما الأمريكان يضعون الأهداف بمجملها بخارطة علنية، وأنا أقول لك الأمريكان حتى تصريحهم اليوم بأنهم لم يبلغوا حكومة السوداني، وقد صرحوا سابقا بأنها القصف تم إبلاغ السوداني، أنا أقول لك هذا أيضا لرفع الحرج عن حكومة السوداني. هم أبلغوا السوداني بالأهداف، والسوداني أبلغ عناصر الحشد والإيرانيين وانسحبوا من هذه الأماكن، وبالتالي جرى قصفها. وهذه هي اللعبة الموجودة الحالية بين الولايات المتحدة والأمريكان ومن جهة، والإيرانيين من جهة أخرى وأذرع إيران، وبالتالي هذا الشد والجذب فيما بينهم يؤكد على أنهم في أهداف مرحلية ولا زالوا يتخادمون فيما بينهم. وإلا السؤال الذي يطرح نفسه الآن، نحن لدينا منطقة خارج سيادة العراق وهي جرف الصخر بالكامل خارج السيادة، وبالتالي عندما تم قصفها مؤخرا قيل والاعترف عناصر الحشد وبعض الإيرانيين وحتى الحكومة على أن هناك قصفت الكلية العسكرية في جرف الصخر. لمن تابع هذه الكلية العسكرية؟ تابع للحرس الثوري، لا وجود لتصنيفاتها ككلية عسكرية إلى وزارة الدفاع، وبالتالي أصبحت هذه المنطقة خارج السيادة. لماذا الأمريكان إلى هذه اللحظة لم يستعيدوا مع الحكومة الحالية سيادة الحكومة على جرف الصخر؟ لأن الإيرانيين يتواجدون فيها. طيب إذا نقلنا المعادة على أن هناك جماعات ليست إيرانية، سواء متطرفة إرهابية ربما بأصول أخرى، هل الأمريكان والحكومة سيبقون يتفرجون على أنه جرف الصخر خاضع على سبيل المثال لداعش وهي منظمة إرهابية خاضعة لداعش يتفرجون عليها؟ الجواب كلا، الأمريكان سيأتون بتحالف دولي. طيب لماذا هؤلاء مسكوت عنهم وهم يدربون الحوثيين فيها ويدربون اللبنانيين ويدربون العراقيين ويدربون فاطميين، ومنها الاغتيالات ومنها التدريب على الطائرات المسلحة للمنظمة البككة الإرهابية؟ إذا لماذا تبقى جرف الصخر خارج سيادة العراق والحكومة تتفرج عليها ولا يستطيعون الدخول إليها أصلا؟ هنا أنا أقول لا أدعو إلى عودة النازحين إليها. لماذا الجيش الحكومي في وزارة الدفاع لا يأخذ جرف الصخر حتى إذا كان هناك يعني ربما نوع من عملية الاستلام الأمني، وبالتالي يخرج أسطورة الإيرانيين وغيرهم؟ السؤال لأن الحكومة والأمريكان معطين هذه المنطقة برضا للإيرانيين، وبالتالي هي خارج السيادة. نعم أستاذ عبد القادر. إذن أستاذ عبد الله سلمان، بالعودة إليك، هناك خطوط حمراء رسمتها الولايات المتحدة لإيران، مع ذلك إيران تصر على قصف مناطق في العراق ومناطق في سوريا وبعمليات الانسحاب والعودة، تسحب عناصر الحرس الثوري من سوريا، ومن ثم من قبل ذلك تقوم بقصف مناطق عراقية في أربيل. يا ترى ما الذي تريده إيران من عدم احترام السيادة العراقية ولا تحترم حتى سيادة الدول في المنطقة؟
إيران نهجها واضح ومعلن بشعار تصدير الثورة، وهذا الشعار وحده هو لا يحترم سيادة أي بلد، ناهيك عن أن العراق لا يمتلك هذه السيادة، يعني انتقصت عام 91 في قرار مجلس الأمن 688 الذي فصل الشمال عن الجنوب، وبالتالي أصبحت السيادة العراقية منقوصة، وانتهت هذه السيادة باحتلال الأمريكي، وبالتالي الكل يعرف أنه لا وجود للسيادة العراقية. إيران تعرف ذلك وتقدر، وهي الذي ساهمت مساهمة فعالة في إلغاء هذه السيادة، وهذا طموحها وهذا هو من ضمن شعاراتها، وعملياتها معروفة وواضحة ولأسباب أيضا ضمن شعار تصدير الثورة. فتصدير الثورة وعده هو إلغاء لسيادة كل الدول التي تتعامل معها، يعني هي لم يناقشها أحد حتى في المنطقة عن هذا الموضوع، موضوع تصدير الثورة، لأنه تصدير الثورة هو شعار توسعي يلغي سيادات الدول الأخرى، وإيران وأمريكا متفاهمان على هذا الموضوع، لأنه الكل له مصلحة، مثل ما تفضل ضيفك الكريم له مصلحة في إنجاز بعض المهمات في المنطقة. إيران هل كون العراق حديقة خلفية لإيران هو يعني يقع اللائمة على المحيط العربي، أو يقع اللائمة على العراقيين أنفسهم، أم يلام بها المحتل الأمريكي؟ يعني حسب الأعراف الدبلوماسية يعني خرق السيادة هو جريمة يحاسب عليها القانون الدولي. المنظومة العربية ساهمت بشكل فعال بإلغاء السيادة العراقية، وهذا يعني تاريخيا معروف من التسعين إلى اليوم. يعني حتى المادة الثالثة في الدستور العراقي الذي لم تعطي الهوية العربية للعراق، واللي تقول أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في الجامعة، في جامعة الدول العربية، وملتزم ببيانتها، وجزء من العالم الإسلامي، بمعنى أن العراق ليس عربي، وليس مثل ما كان، مثل ما ينص دستور إقليم كردستان أن الأكراد جزء من الأمة الكردية، وبالتالي هذا هو الذنب العربي، وشارك فيه هذا أمين عام الجامعة العربية، وافق على هذا النص. هذا بمعنى تنازل المنظومة العربية الرسمية عن العراق، ولا يهمها سيادة العراق، وتعرف تماما أن الطائفية خرقا لسيادة العراق، وأن الطائفية تهديما لوحدة العراق، وأن الطائفية ليست هو المثال العراقي، وأن الطائفية هي المثال الذي ترغب به إيران وأمريكا وإسرائيل، والعرب موافقون على هذا بدليل دعمهم، وأول الدول التي اعتمدت هذا النظام وأيدته هي الدول العربية والجامعة العربية بحضور الأمين العام في مناقشات الدستور، وهذا هو الذنب العربي حقيقة. العرب هم المساهمين الأول في ضياع العراق دستوريا وقانونيا، وأيضا ساهموا بموافقة هذا النظام التوافقي الذي دمر العراق. كل العرب يساهمون فيه ويدعمونه دعما قويا لهذا النظام. نعم، كما هو معلوم أستاذ عبد الله ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. البعض من المحللين والكثير من المراقبين العسكريين السياسيين أستاذ عبد القادر يصفون أن ما جرى للعراق هو كان واقعا حقا وفعلا ومتوقعا وأكيدا. لماذا؟ لأن واشنطن أو الولايات المتحدة قوة عسكرية واقتصادية ضخمة، لا يستطيع المحيط العربي بأكمله أن يقف بوجه هذه الإمبراطورية التي اكتسحت العراق وقتلت شعبه وهجرت الملايين وسمحت للعراق أن تخترق سيادته ولا تحترم أرضه، والدليل وجود الميليشيات التي قامت بتشكيلها. وجود الميليشيات إلى أي مدى خدم المشروع الأمريكي؟ بالبدء أرد على كلام المحللين، هذا حقيقة يعني تهاون وأعذار لا قيمة لها على أرض الواقع. الأمريكان أيضا هذه القوة العظمى تحتاج إلى البلدان العربية في الشرق الأوسط من أجل معادلة التوازن، وتحتاج إلى نفطها، كما أنها تحتاج إلى كثير من الأمور، وهي هناك شراكات استراتيجية مع بعض الدول. لا، كان هناك حقيقة تقصير عربي واضح، وهنا أقصد النظام الرسمي العربي
في مساعدة العراقيين، لأنه على سبيل المثال إنهاء المكون السني من المعادلة حقيقة كان رغبة إيرانية جامحة، وسكوت أمريكي لأنهم غير مهتمين بهذه القضية. لو كان هناك موقفا، لأنه هذه لها تداعيات على المنطقة، وأن هذا المثلث يمكن أقل تقدير أن يوقف الطموح الإيراني للتوسع على بلدانهم وعلى المنطقة، لما حدث الذي حدث. عملية التطرف في إلغاء العراقيين حقيقة أيضا لم تكن بالنهاية لأمريكا، كان لإيران، لأن الإيرانيين ينتقمون من خلفيات دينية وفتاوى دينية متطرفة. يعلم تماما الجميع بأن هناك فتاوى تعتبر الكرد يعني يباح دمهم، وهناك فتاوى يعتبر السني مباح دمه، كما أن هناك فتاوى يعتبر الشيعي العربي ليس من مشروع الثورة الإيرانية القادمة. هذا كله حقيقة كان لها تداعيات في الحوار والضغط على أمريكا لإيقاف هذا التطرف الإيراني. لم يكن هناك أي عمل يمكن أن يذكر بأن هناك جهودا استطاعت أن توقف هذه القضية. لسنا ندعو هنا، أو كان عندما يلام العرب والأنظمة الحاكمة يدعون للوقوف بوجه أمريكا أو مقاتلة أمريكا، لا، كان هناك أعمال يمكن أن تنجز الوصول إلى هذه القضية. ولذلك هذه الميليشيات التي تربت على مسمع ومرأى الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية كان هو مشروعا منذ اللحظة الأولى لتقسيم العراق ولإبادته الطائفية. ليست القضية اليوم عندما علت الميليشيات بشكل واضح واحتلت الأرض. نحن نتذكر في عام 2006 و5 عندما جاءت يعني اللوبيات الأمريكية لإنشاء هذه المجاميع وقتلت العراقيين، ووثائق ويكليكس واضحة بأن هذه الميليشيات تعاونت مع الجميع من أجل قتل الطيارين العلماء العراقيين، هي من أوجدت الطائفية. اليوم عندما تعلو هذه الميليشيات لخلفية ماضية تم بناؤها وحمايتها قضائيا وحمايتها من انتهاكات حقوق الإنسان دوليا، وبالتالي الصمت على مجازرها وإطلاق يدها وعدم محاسبتها وإخضاع الحكومة لها لا على العكس، هذا كله مشاريع حقيقة ترعاها الولايات المتحدة لكن في بعد 2003 شهد العراق تشكيل هذه الميليشيات التي أصبحت دولة ببطن دولة مثل على قولة العراقي. يعني أنتم عندما تنظرون إلى موضوع السيطرة في العراق، السيطرة، التحكم، يعني تطبيق القانون، فرض القانون، من الذي بيده اليد الطولة؟ يعني القوات الحكومية، الجيش، الشرطة، أم الميليشيات؟ لماذا احنا نتحدث عن عدم وجود سيادة في العراق وأمر عجيب، وسوف يرسلون بشكوى إلى مجلس الأمن وزارة الخارجية في العراق وإلى آخره، ولكن هل هناك سيادة في العراق على أرض العراق؟ أليست الميليشيات والعشائر هي المتحكمة في العراق؟ يعني هو السؤال يطرح نفسه أيضا كإجابة على ما تفضلت به، هل يمكن أن نقول أن الأحزاب السياسية لها سياسة أم أنها مرتبطة كلا بحسب الدولة الممولة لها؟ هناك أحزاب مرتبطة بدول عربية، وهناك أحزاب مرتبطة وهي الأكبر بإيران، وحتى التي ترتبط بالدول العربية والإقليمية أيضا تنسق مع إيران. إذا فقدان الحزب البسيط سيادته على نفسه وولائه إلى الخارج هو بحد ذاته هناك عدم وجود سيادة داخلية. بالتالي لا يمكن عزل القوات الحكومية عن الميليشيات، فهي تعمل بإطار واضح، لأن الأحزاب السياسية التي تتحكم في البلد هي من أسست القوات الحكومية، وكانت نواتها من 7 ميليشيات كما جاء في قرار بول بريمر بإنشاء القوى العسكرية بعد حل الجيش والقوى الأمن الداخلي. ثالثا وهي الأهم، شكلت على أساس عقائدي ديني هذه القوات الحكومية، وبالتالي أحدهما يرعى الآخر. هل يمكن لنا أن نقول أن القوات الحكومية في يوم من الأيام أوقفت الجريمة المنظمة ضد العراقيين والاغتيالات التي تقودها الميليشيات؟ الجواب كلا، بدليل أن الميليشيات يوم اعترف فالح الفياض بأنها هي من استعرضت داخل المنطقة الخضراء، وكانت كلها بدعم من مؤسسة الحشد الذي يرأسها وهو يقول أنني تابع إلى القوات، القائد العام للقوات المسلحة. هل يمكن لنا أن نقول أن الجيش الحكومي استطاع أن يعتقل من جاء بالطيارات المسيرة ليعبر الحواجز التفتيشية وصولا إلى الموصل حتى يقصف أربيل بالطائرات المسيرة لهذه الميليشيات وبالصواريخ العادية؟
لم نشهد في يوم من الأيام اعتقال خلية أو منع أو أن الحاجز التفتيشي الحكومي قد استطاع أن يلقي القبض على هؤلاء. لذلك هناك تعاون حثيث ما بين الأطراف الثلاثة التي ذكرتها، ولذلك من يتعاون على انتهاك سيادة بلده لا يمكن أن يقدم شكوى لمجلس الأمن الدولي، ولا يمكن أن يدعي في الإعلام أنه يحافظ على السيادة. ولذلك أقول لك أن كلام الحكومة هو تهريج إعلامي لا قيمة له، لأن بدءا هذه الأحزاب هي فاقدة لسيادتها على نفسها، فكيف يمكن أن تكون أو أن تطالب بسيادة بلد أكبر منها؟ فإن الإناء ينضح بما فيه. نعم سيد القادر. سيد عبد الله، يعني هل بمقدور الحكومات الآن أن تشفي غليل العراقيين عندما تقوم إيران بقصف مناطق عراقية وتقوم أمريكا بقصف مناطق عراقية؟ هل تملك الشجاعة أم تملك الولاء فقط لمن جاء بها ونصبها وجعلها على كرسي الحكم وجعلها تتحكم بمصائر بلد لا تحترم أرضه من قبل المعتدين من الجوار؟ النظام السياسي العراقي المؤيد والمقبول من قبل إيران وأمريكا وضع لهذا السبب، وضع لأنه حتى يفقد العراقيون السيادة، حتى يفقد العراقيون القيمة والقدرة والهيبة مع دول الجوار، فبالتالي ليس هنالك أمل في ظل هذا النظام وفي ظل هذه المجموعة السياسية والنظام السياسي أن تكون هناك هيبة أو سيادة إلى العراق، لأنه النظام التوافقي الذي أسس مهلهل وضعيف وله غايات أساسية، لكل طرف له غاية، فالغايات كبيرة تجمع كل الأطراف على إضعاف العراق لغاياتهم. الإقليم له غايات كبيرة في إضعاف العراق. الأحزاب الإطار له غايات أكبر من الإقليم، أن يكون العراق تابع عقائديا وجغرافيا إلى إيران. فبالتالي هذه المشاريع كلها تسهم بإضعاف سيادة العراق، ولا يمكن لأي رئيس وزراء ولأي سلطة عراقية أن تتقدم بخطوة واحدة لحماية هذه السيادة أو لتكوين سيادة هي غير قادرة على نقل. يعني الرئيس ما يسمى القائد العام للقوات المسلحة لا يستطيع نقل شرطي مرور من تقاطع في أربيل إلى تقاطع آخر داخل أربيل. فأي سيادة نتحدث أن تأتي بسيادة لبلد عظيم مثل العراق يكون هذا طبيعة النظام به. طبيعة النظام هي التي جعلت من العراق بهذه الصورة التي لا تليق لا بتاريخه ولا بحضارته ولا بشعبه ولا بتكوينه السياسي. العراق له تكوين سياسي ممتاز وتجربة سياسية عظيمة، لكنه فقدت ميزاتها وقوتها بعد الاحتلال مباشرة، لأنه جاءت هذه القوة لتدمير كل ما حيوي هو في العراق، قتل يعني المفكرين العراقيين، السياسيين العراقيين الوطنيين، تهجيرهم، كل هذه وسائل لإضعاف البلد. فلا يمكن أن نتصور أنه يكون نظام بهذه الصورة يأتي ويخلق قدرة أن يخلق سيادة لوطن بهذا الحجم. العراق مقدر له أن يبقى بهذه الصورة من إيران وأمريكا وقبول المحيط الإقليمي. المحيط الإقليمي أيضا يساهم بشكل فعال في إضعاف هذه السيادة. المحيط الإقليمي يتعامل مع هذه الأطراف التي تعمل على خلق حالة ضعيفة للسيادة العراقية، يتعامل معها كأطراف ذات سيادة كاملة. يعني هناك عقود تجارية مع إقليم كردستان أفضل من بغض النظر عن السلطة، لا ليس السلطة لها دور في هذا الأمر. المنافذ الحدودية لكل قوة سياسية لها منفذ سياسي لا تحترم به المركز، ولا وبالتالي هذه كلها تساهم في إضعاف وحدة يعني سيادة العراق ونقل صورة سيئة إلى العالم الخارجي الذي يستهين أيضا في السيادة العراقية. لذلك ترى الجواز العراقي من أضعف الجوازات، وهذه أحد الأسباب، لأن السيادة الداخلية عندما تضعف تضعف كل الهيبة العراقية في الخارج.
اليوم لا الجواز العراقي ولا المواطن العراقي لما إذا أراد أن يتنقل خارج العراق أمره صعب، لأنه لا توجد دولة تحمي نفسها من الداخل، فكيف تحمي حدودها وكيف تحمي المواطن أصلا؟ وكيف تحمي المواطن؟ هذه هي المشكلة. يعني اليوم رئيس الوزراء يخضع لتهديد أي يعني أي مجموعة، يخضع إلى تهديد أربيل ويخضع إلى تهديد الميليشيات بمستوى واحد، فتراه يركن. نحن نستذكر طبعا نذكر لا مبالغة، نذكر يعني أحداث مرت من قبل. اسمح لي أنتقل للأستاذ عبد القادر. الأستاذ عبد الله، عندما هددت الميليشيات علنا أمام الفضائيات بقطع أذن رئيس الوزراء السابق الكاظمي وقامت بإهانته على الفضائيات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح يعني غير ذي هيبة أمام العرب وأمام العالم وأمام المنطقة. يعني هنا ونتحدث أيضا ولازلنا عن موضوع السيادة. العراق في يعني قبل 2003 كان يلعب دورا كبيرا في معادلة القوى الإقليمية، وكان يحسب له ألف حساب سواء كان في العلم أو في الاقتصاد أو في الجيش العسكر. بعد 2003 أستاذ عبد القادر، بالتأكيد هناك لا يحسب للعراق أي حساب بهذا الأمر، والدليل ما يجري من عمليات قصف، وكأن العراق بيت خالي من أي حكومة ولا حساب ولا كتاب. هذا الأمر كيف يترك أثره النفسي على المواطن العراقي، بحيث أصبح الشاب الآن الشاب العراقي يطمح بالهجرة خارج العراق؟ يعني الواقع واضح تماما، يعني عندما لا يمتلك العراقيون قرار أنفسهم ماذا تظن؟ تظن بالتأكيد أن هناك أبواب مشرعة للهجرة، ونتكلم عن 7 مليون عراقي خارج العراق وحقا ممنوعين من كل حقوقهم بما فيها الجوازات، وبالتالي نتكلم أيضا عن شباب داخل العراق هو ليس هناك أمل في هذا النظام السياسي بالمطلق، والدليل يقاطع الانتخابات بنسب كبيرة، لأن الشباب كما تعلم الآن حسب الإحصائية الأخيرة 65% الآن من الشعب العراقي. إذا نتكلم نحن عن فقدان البوصلة للسيادة، لو كان هناك نظاما سياسيا أو هيكلا للنظام السياسي يمكن أن تكون هناك بارقة أمل للوصول إلى مرحلة السيادة العراقية. نحن نتكلم عن مجموعة عشوائية تتحكم في العراق، ليست صاحبة قرار، كل قراراتها تأتي من الخارج، وبالتالي هم غير متجانسين حتى داخل العملية السياسية. يعني هؤلاء الشركاء هل يمكن أن نقول أنهم متجانسين؟ الواقع الميداني يؤكد عدم ذلك، بدليل اتفق الإطار التنسيقي مع بعض المحسوبين على السنة والكرد لتشكيل برنامج حكومي، ووقعت عليه من الأطراف الثلاثة وسمي بإدارة الدولة، وبعد فوز الإطار التنسيقي وتشكيل الحكومة انقلب السوداني والإطار التنسيقي على هذا الاتفاق. إذن في داخلهم غير ثقة موجودة، سيادة قرارهم غير موجود، فهل يمكن للشاب العراقي أن يثق أو العراقيين عموما أن يثقون بهؤلاء اللصوص أو المجموعة اللصوصية التي تسرق العراق وهدفها السرقة؟ وقد رأيتم ويرى العالم كيف يمكن لأصحاب المحتوى الهابط وهم مرتبطين بأجندات سياسية يشجعون ويظهرون على أن هؤلاء العراقيين، بما معنى أن هؤلاء الأطراف السياسية تمارس أيضا دورا يعني إرهابيا في تغييب الشباب العراقي حتى عن الواجهة العراقية، يريدون يعني تصدير يعني كلمة ربما قاسية لكن هذا الواقع، تافهين موجودين يريدون أن يصدروهم باسم العراق، وقد رأينا ذلك حتى انعكس رياضيا يوم أن أقدموا على إعطاء تأشيرات وزج بمجموعة من هؤلاء أصحاب المحتوى الهابط ليشجعوا بإطار عنصري وطائفي، وبالتالي يعني أغضبوا الجميع على العراق بشكل واضح، وكيف هم يعني يتناولون توبيخ أو الاستهزاء بالدول العربية مما جعل الأمور تخرج عن سيطرتها. هذه هو محور السلطة، فكيف يمكن لهؤلاء
ألا يساهموا بدفع العراقيين، بل هي مشروعهم الأساسي هو دفع العراقيين الحقيقيين للهجرة. لكن الصبر موجود والشباب واعي ومدرك لحقيقة هؤلاء وما يريدونه من إفراغ العراق من أجل أن يأتون بأشخاص تابعين ساذجين لهم فقط ينفذون ما يريدون. على هذا الأساس حقيقة فإن هؤلاء فاقدي السيادة ويحاولون حقيقة أيضا الوصول إلى أن ييأس الشعب العراقي من استعارة سيادته عبر مراحل مضت سابقة استخدموا فيها كل وسائل التدكيل، لكن هم فيما بينهم يتحاربون ومشاكسين، وبالتالي سينعكس عليهم قريبا. وصبر العراقيين أيضا لن يطول على هؤلاء، وبالتالي الغلبة لمن يثبت والأرض تنتصر لأصحابها. والعراقيين جذورهم عميقة في هذه الأرض مهما كانت الويلات والنكبات التي يفعلها هؤلاء، وبالتالي كلنا يعمل على استعادة سيادة العراق، لكن ليس من خلال هؤلاء مطلقا. هؤلاء هم منتهكي سيادة العراق بشكل صريح وواضح. نعم سيد عبد القادر. سيد عبد الله، كيف يمكن استعادة سيادة العراق؟ سؤال صعب. يعني الخارطة السياسية العراقية الحالية لا تعطي أمل في استعادة سيادة العراق في ظل هذا النظام، لأنه الدستور الذي وضعوه هو يساهم في تفتيت وحدة العراق. يعني في المادة الأولى لهم يقول أن هذا الدستور هو الضامن لوحدة العراق، وتأتي بعدين إلى المادة 140 يقول لك إحنا لازم نناقش الأراضي المتنازع عليها. هذا التفكيك بوحدة أراضي العراق وهذا المفهوم السيء لوحدة أي شعب آخر بالتأكيد لا يمكن أن يضع أرضية لبناء سيادة صحيحة. السيادة الصحيحة لا تأتي دائما إلا ببناء دولة حقيقية، والدولة الحقيقية تأتي بأركان سليمة. أول شيء هو أن تكون هناك اتفاق عقد اجتماعي أو اللي هو الدستور يوافق عليه الشعب. الانتخابات كانت بأعلى تقدير 15 إلى 19%، فالدستور أيضا يعتبر باطل وغير شرعي وغير مقبول. فبالتالي لا يمكن الآن التركين أو العقد على عمل من خلال هذا الدستور إلا في إزالته، وبإزالة هذا الدستور يجب أن يزيل هذا النظام السياسي بالكامل، لأن النظام السياسي هذا يعتاش على هذا الدستور، وهذا الدستور هو يؤمن لهذه الفئة المتطفلة على الحياة السياسية للعراقيين الحياة. فبالتالي لا يمكن للعراقيين أن يستطيعوا إيجاد طريق مع هذه السلطة ومع هذا الدستور ومع هذه المنظومة السياسية الموجودة. لا بد وأن يقدم العراقيين على إزالة هذه المنظومة السياسية بالكامل وإقامة نظام سياسي حقيقي يعتمد على أصول ومفاهيم الدولة الحقيقية التي تكون فيها الجغرافيا واضحة وغير مقسمة، والشعب غير مقسم مثل ما موجود في دستورهم متعدد قوميات وأديان ومذاهب، وشتتوا لك الشعب العراقي في دستورهم تشتيت واضح. العراق يجب أن يكون بدستور يشمل العراقيين، ونحن عندنا نملك قاعدة دستورية جيدة هي قاعدة الدستور 58، ممكن الإقامة عليه، وعدل في السبعينات في 71 أو 70 عدل، ويمكن الإقامة عليه كدستور مؤقت والعمل عليه وإزالة كل آثار ما جاء به بريمر إلى يومنا هذا. ومن هنا نستطيع أن نقول نبدي حياة عراقية صحيحة سياسية ممكن أن نحقق بها مبدأ مهم أراده العراقيين اليوم، هو مبدأ المواطنة. هذه المواطنة هي الحل الوحيد اليوم أمام العراقيين لبناء مستقبل يليق بهذا الشعب ويليق بهذا التاريخ. نعم سيد عبد الله. أستاذ عبد القادر، يعني عندما نتحدث عن المواطنة الكلام سهل والكلام نظريا سهل، ولكن بالإحساس بالانتماء بالولاء بالانتماء لهذه الأرض هذا الأمر غاية في الصعوبة، إلا عندما ترسخ مفهوم أو حب الوطن الحقيقي عندما يشعر المواطن العراقي أنه ابن هذه الأرض فيدافع عنها بكل ما يملك من قوة،
ولكن نرى العكس. بعد العام 2003 جاء جيل يطالب بحقوقه كبشر، كأوادم، كناس، ولكن تم قتلهم بدم بارد وهم صغار، يعني شباب في ثورة تشرين. الآن أستاذ عبد القادر، من وجهة نظرك، هل بالإمكان قيام نظام سياسي يحفظ سيادة العراق، أو بالأحرى هل يمكن التخلص من هذا الدستور الذي جاء به المحتل وصرف عليه تريليونات الدولارات، ومن حاملات الطائرات ومن الدبابات ومن الجنود ما لا يعد ولا يحصى؟ هل يمكن ذلك الآن خلال هذه المرحلة؟ وكما هو معلوم أن ثروات العراق ونفط العراق كله بيد الميليشيات الآن. أولا، هؤلاء دفعوا باتجاه تمزيق العراقيين وجعلهم يؤمنون بهذا النظام، أو أنهم يؤمنون بالطائفية وتقسيماته التي جاءوا بها، وكما أسلفت جنابكم الكريم على أنه دفعوا تريليونات الدولارات في مشاريع ثقافية، مشاريع سياسية، مشاريع إجرامية، تأسيس عصابات، كل هذه الأمور حقيقة والمؤثرات ربما نجحوا نسبة معينة، لكن هذا النجاح تراجع كثيرا الآن. وبالتالي الآن العراقيين، وإن كان هذا الأمر ليس منظما، لكن العراقيين الآن يمتلكون عقدا وطنيا. كل العراقيين الآن بنسبة 80% يؤمنون بأن لابد للعراق أن تكون هناك نظاما سياسيا وطنيا أجبر من خلاله أن تنادي هذه الأحزاب الطائفية بتسمية تشكيلاتها السياسية الجديدة المنبثقة من القديمة ذات البعد الطائفي إلى أسماء وطنية. هذا كله يعني أننا أمام فشل مشروع لم يستطع أن يتجذر في نفوس العراقيين، ونتكلم عن جيل شبابي الآن هو المتسيد على الساحة، وهو ولد أثناء الاحتلال أو قبيل الاحتلال، وبالتالي لم يوعى الأحداث كثيرا. لكن رغم هذا لم تنجح جميع هذه المؤثرات إلى هذه اللحظة أن تتجذر في العراق الطائفية، وبالتالي الإيمان بتقسيم العراق وغيره، بل بالعكس هناك وعيا شبابيا. هذا الوعي يؤسس لمرحلة جديدة يمكن أن تكون القاعدة والانطلاق لتحرير العراق من هؤلاء. لا يمكن أن نذهب إلى أن هذا النظام السياسي الحالي أن يصلح ذاته، أو أن من يدخل إليه سيصلحه، لأنه هو نظام مؤسس على أساس الطائفية والتقسيم والتبعية. لذلك العراقيين الآن يفكرون بشيء جديد. لا يمكن أيضا أن نقول أن تاريخ الشعوب عندما تتعرض لاحتلال وحركاتها التحررية في 20 عاما يمكن استعارة هذه الأوطان. أيضا المدة قصيرة لعشرين عاما وعبارة عن 20 يوم في عمر الشعوب. لذلك حقيقة أقولها بصريح العبارة أن الخير قادم للعراق، لا شك في ذلك، وأن هذا الوعي سيكون منطلقا لأن الحركات التحررية الآن تزداد في العراق بشكل كبير تمام. شكرا لك. هذا ما يؤسس على أننا يمكن استعارة العراق، لكن لابد أن تكون هناك مصابرة وصبر وعمل، وبالتالي تنسيق الجهود فيما بيننا. شكرا أستاذ عبد القادر النايل. أخيرا في أقل من دقيقة أستاذ عبد الله لو سمحت، الآن في العراق عندما نصف الحال، نصف السيادة، هل هي سيادة إيرانية أم سيادة أمريكية أم سيادة إيرانية بغطاء أمريكي؟ السيادة بمفهومها يجب أن تكون محصورة في بلد معين وفي رقعة جغرافية محددة، وأي طرف آخر من دول الجوار الإقليمي أو أمريكا يعني هناك ليس هناك عملية سيادة هنا، أما احتلال وإما هناك نفوذ، فبالتالي لا معنى لوجود لسيادة في هذا السياق. فإذا نحن أمام إما احتلال وإما نفوذ، وهو ما معروف هو تقاسم الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق، وليس هنالك سيادة للعراق ولا سيادة لأمريكا في العراق ولا سيادة إلى إيران في العراق. نعم. بل هو احتلال إيراني أمريكي للعراق، ولا تزال السيادة معدومة على الأرض العراقية. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله السلمان الباحث والكاتب السياسي ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا للأستاذ عبد القادر النايل الباحث السياسي، عفوا أستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. شكرا جزيلا ضيوف الكرام. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.